العاشرة تماما بتوقيت أسمراء، إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. تطور الوعي للتبرع الطوعي للدم. إشادة بحماية الأشجار في بوري. أكثر من 2 مليون نقفة دعما للمحتاجين في لوغو عن سبه. السيسي يزور جنوب السودان ويبحث مستجدات سد النهضة مع سيلفاكير. استئناف مفاوضات ما بعد بريكسيت في لندن. والولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات متهمة بدعم البرنامج النووي الإيراني. أهلا بكم. أوضحت البروفيسور تجردا جبرهوات والدكتور يوسف تولدي والدكتور هابتس اللاسي إزر إزجي لإرينا بشأن مساهمة ودور الدم في البنك في عملهما اليومي، أن بنك الدم الوطني وجمعية المتبرعين الطوعين للدم يساهمان كثيرا لسد احتياجات المستشفيات من الدم. وقال أخصائي الجراحة في مستشفى أروتا المرجعي الدكتور يوسف تولدي إن الدم ضروري أثناء العمليات الجراحية عامة ونزيف الدم في الحوادث، وأن الدم المفقود يتم تعويضه بالدم المتوفر في البنك، داعيا جميع المواطنين لرفع الوعي بالتبرع الطوعي للدم وتنمية محتوى بنك الدم. من جانبها أوضحت المدير الطبي لمستشفى الأطفال البروفيسور تجردا جبرهوات أن القسم يقوم سنويا بحوالي 100 جرح قلب للأطفال، ولن يكون ذلك ممكنا دون وجود الدم المتبرع به، ويجب ترسيخ التبرع الطوعي للدم كثقافة. من جانبه أوضح المدير الطبي لمستشفى روتا للولادة الدكتور هابتس لاسيزر إزجي أن المستشفى يستقبل سنويا من 8 إلى 10 آلاف حامل للولادة، وأن 10 إلى 13% يلدن بالجراحة، ويكون الدم مهما جدا لإنقاذ الأمهات وأطفالهن. وينشط بنك الدم وجمعية المتبرعين الطوعين للدم في مختلف أنحاء البلاد لتنمية محتوى بنك الدم. أشاد مسؤول سلطة القابات والحياة البرية في مديرية قلعلو السيد محمد أحمد بثقافة حماية الأشجار في جزيرة بوريه، وقال لوكالة إيرنا إن حماية الأشجار له فوائد صحية واقتصادية إلى جانب نمو القابات والحيوانات البرية. وأوضح بأن السيول المنحدرة من الهضبة تحدث دمارا كبيرا على الثورة القابية، مشيرا إلى تدمير السيول أكثر من 10 آلاف شجرة هذه السنة، وحث على التشجير مع أنشطة حماية الأشجار. وذكر عيان المنطقة وجود العديد من الأشجار المستوطنة ويمنع قطع الحشائش ناهيك عن الأشجار. وأشار إلى العمل المشترك مع سلطة القابات والحياة البرية ووزارة الزراعة لحماية الأشجار وتنميتها، مؤكدين العمل بقوة لإنجاح البرامج التي توضع لتنمية الغابات. وتضم شبه جزيرة بوري ضواحي إنجل ودلوح وميكاينلي وجزء من ضاحية برديلو. قدم مبلغ 1,800,000 نقفة دعما للأسر المحتاجة في 5 قرى بمديرية لوغو عن سبه على شكل إعانات مالية وعينية في إطار أنشطة التصدي لوباء كورونا. وأفاد مراسل إيرينا تقديم الزرع بقيمة حوالي 790,000 نقفة ل 480 أسرة في عد حنس، وزرع بقيمة حوالي 868,000 نقفة ل 235 أسرة في قرية عد ورحسب، ومبلغ 461,000 نقفة نقدا ل 202 أسرة. في غضون ذلك قدمت الزرع بقيمة 108,000 نقفة ل 100 أسرة، ومبلغ 93,000 نقفة نقدي ل 42 أسرة في دق إداشم، وتقديم أحد مواطني دق إداشم 210,000 نقفة ل 70 أسرة. وفي ضاحية ديدا تم تقديم حوالي 160,000 نقفة ل 84 أسرة،
ومبلغ حوالي 45 ألف نقفة ل89 أسرة في ليبان. أوضح سكان المنطقة الثانية في مدينة مصوى على استعدادهم للمساهمة في جهود حل مشكلة المياه. وأوضح السكان إعداد الخريطة السكنية لمنطقتهم في السنوات الماضية وبنائها وحصولهم على الخدمات الكهربائية، لكن عدم مد أنابيب المياه جعلهم يشربون من شاحنات الصهاريج، وسيعملون بتسخير قدراتهم في الخطوات التي تتخذ لمد خطوط المياه. وقال مدير مدينة مصوى السيد هيلة أسفها إن إدارته تعمل لإيجاد حل جذري للمشكلة، ويجري العمل مؤقتا لإيصال المياه بشاحنات الصهاريج بخفض الأسعار. تقوم عيادة ميكاين لي بمساهمات مقدرة لرفع الوعي الصحي وضمان صحة المجتمع. وأوضح الممرض بيان هيلة أن العيادة تخدم قرى دوايلي وحراك وميكاين لي ومكاحاس وعلاوي وبرادولي، مؤكدا انخفاض الأمر نتيجة الجهد الجاري بالتعاون مع وكلاء الصحة في القرى. وذكر أن توعية الانتظار الحوامل بالقرب من العيادة بعد اقتراب الولادة يحقق نتائج مرضية، حيث تسهم في ذلك غرف الانتظار المشيدة بالسكان. وأعرب السكان عن ارتياحهم لخدمات العيادة التي أسهمت لارتفاع الوعي وخفض الوفيات أثناء الولادة، مؤكدين على المساهمة لتطويرها. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية، فصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره في جنوب السودان سيلفا كير ميرديت آخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث جرى التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة مع تعزيز التعاون بين دول حوض النيل. ووصف الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثاته في جوبا بأنها مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة عكست توافر الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وفيما يتعلق بالأوضاع في جنوب السودان، عرض سيلفا كير تطورات تنفيذ اتفاق السلام بالبلاد، مثمنا في هذا السياق التحركات المصرية في مختلف المحافل الدولية والأقليمية. التقى المفاوضان الأوروبي ميشيل بارنيه والبريطاني ديفيد فروست في لندن لاستئناف مفاوضات ما بعد بريكسيت، سعيا لتخطي الخلافات المستمرة فيما يضيق الوقت أمام الطرفين للتوصل إلى اتفاق يحكم العلاقات التجارية بعد الانفصال. وفي حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، ستطبق قواعد منظمة التجارة العالمية، ما سيفرض تلقائيا رسوما جمركية على حركة البضائع بين لندن وأوروبا. ولا تزال القوانين الأوروبية تحكم المبادلات التجارية مع بريطانيا منذ خروجها رسميا من التكتل في يناير، عاملا باتفاق مرحلي تنتهي مدته مع انتهاء العام. وهذا يعني أن لندن ستخرج من منطقة التجارة والجمارك الأوروبية بعد 5 أسابيع، فيما المحادثات لا تزال متعثرة عند مسألة حقوق صيد السمك وقواعد التجارة النزيهة. في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن ذلك قد يشكل صدمة اقتصادية، ولا سيما مع معاودة فرض رسوم جمركية على حركة البضائع على الحدود.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرض عقوبات اقتصادية جديدة على 4 شركات صينية وروسية متهمة بدعم تطوير البرنامج النووي الإيراني. وقال بومبيو على تويتر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 4 شركات في الصين وروسيا لدعمها البرنامج النووي الإيراني. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن هذه الشركات المتهمة بأنها وفرت تكنولوجيا متطورة ومعدات لبرنامج الصواريخ النووية الإيراني ستواجه قيودا لمدة 2 عام. وقال بومبيو سنواصل استخدام كل العقوبات المتوافرة لدينا لمنع إيران من زيادة قدراتها النووية. تأتي هذه الخطوة في وقت تعرض إيران العودة إلى الامتثال لاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إذ رفع الرئيس المنتخب جو بايدن العقوبات بعد توليه منصبه في 20 يناير. هذا واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إسرائيل التي اتهمها باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده تسعى إلى التسبب بفوضى في المنطقة، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية لن تقع في هذا الفخ. بدأت الصين الجمعة تشغيل مفاعلها النووي الأول المحلي الإنتاج، ما يشكل مرحلة هامة على طريقها للاستقلال عن التكنولوجيا القربية. وبإمكان المفاعل هاوا لونغ وان الذي تم ربطه الجمعة بالشبكة الكهربائية الوطنية إنتاج حوالي 10 مليارات كيلووات في الساعة كل سنة، مع خفض انبعاثات الكربون بمقدار 8.16 ملايين طن وفق ما أوضحت المؤسسة الوطنية النووية الصينية. وبذلك تكسر الصين احتكار التكنولوجيا القربية على الصعيد النووي بحسب ما أوضحت المؤسسة الوطنية النووية في بيان. ولم تؤمن المحطات النووية الصينية سوى 5% من حاجات البلاد للكهرباء خلال العام 2019 وفق الإدارة الوطنية للطاقة، لكن من المتوقع أن تزداد هذه الحصة عملا بالهدف الذي حددته الصين بتحييد أثر الكربون بحلول 2060. ويشكل خفض التعبئة للتكنولوجيا القربية في القطاعات الاستراتيجية مثل القطاع النووي هدفا محوريا في الاستراتيجية الصينية المحددة في خطة صنع في الصين 2025. انتهت النشرة، إلى اللقاء.